انت ايه انت يلي عم بتسبني وتنتقدني الك سنه. ليك خيي فسر لي شغلي، انت شو بدك؟ مش مثلي بدك نايب او وزير فاسد او حرامي بالحبس؟ في قوانين استقلاليه القضاء وانشاء محكمه الجرائم الماليه ومحكمه الرؤساء بالمجلس، في منا بالجارور ومنا باللجان البطيئه، تعا نضغط سوا على النواب. مش مثلي بدك تعرف مين سرق لك مصرياتك ومين نهب الدوله؟ في مشروع التدقيق الجنائي، نبيه وسعد ووليد ورياض فشلوا لنا اياه، تعا نطالب فيه سوا. مش مثلي بدك تعرف مين مانعك تسحب مصرياتك وعم بيمنعك تحول لجامعه اولادك؟ طب شو قولك نروح نتظاهر سوا قدام بيوت اصحاب المصاريف ونحرجهم قدام اولادهم واصحابهم؟ مش مثلي بدك تعرف ليش بعد ما تدعي على وزير او مسؤول كبير بدك تضغط على القضاء؟ تعا نروح سوا قدام قصر العدل. مش مثلي بدك تعرف ليش في فارين من العداله ما حدا بيسحبهم بدينيهم؟ تعا نقدم دعم شعبي لقوى الامن الداخلي لتعمل شغلها. مش مثلي بدك تعرف ليش ما في مذكرات توقيف دوليه بحق الهربانين من العداله خارج لبنان؟ تعا نروح نسال سوا المدعي العام التمييزي، هي شغلته. مش مثلي بدك تعرف ليش ما في فاسد او حرامي بالحبس؟ تعا نضغط سوا على كل قاضي مقصر. ليك اذا بدك نتيجه بدك تعرف وين تصوب. بلدنا لازم نسترده منهم، من يلي سرقوا لك ثورتك وسرقوا لنا جنى عمرنا. جربنا، لحالك ما فيك ولحالي ما فيي. رح تقلي ما بوثق فيك؟ للحقيقة أنا كمان ما بوثق فيك من بعد أكتر من سنة مسبيت وكذب، بس غصبا عنا لازم نتضامن لأنه البلد بلدك قد ما هو بلدي، وأنا وياك بدنا ولادنا يبقوا حدنا. شو رأيك؟ بتحط إيدك بإيدي يا آدمي؟ في زعران وحرامية سرقوا لنا وطننا ومكملين على مستقبل ولادنا وحاطين لنا خطوط حمر. ليك فينا ما نتفق بالسياسة قد ما بدك، بس ما قلنا حق ما نتفق عهاو. فكر فيها وخبرني.